بس انتي صرتي هلا من معجبين ماني. لا ما بقبل هالشي. عن جد؟ لك أنا شو قلتي؟ أنا القائد ضد نادي معجبي ماني. شو؟ ما بنضم لإلكن، قصدي أنا مو بنت غنية ومدللة ولا حتى لئيمة، ما في هي المؤهلات لأقدر أنضم لفرقة الفاب فايف، صح؟ فهمت، ماشي. معناها أنت مفكرة كل هدول؟ ليش ساكتة؟ احكي لي شو رأيك فيني أنا؟ احكي. خبرك بكرة. استني. طيب بس قلي لي شو لازم احكي؟ جاوبيني طيب. لرفقاتي شو رأيك؟ شكرا. ناديني. أنا بشكرك عن جد. آسفة فكرتك عم تحكي على التليفون، يعني ما قصد تكون وقحة معك. آسفة. ولا يهمك، أنا عم بشكرك لأنه حليتي الخلاف اللي كان صاير بين ماني ورافار. ماني أكيد خبرك كل شي عني؟ بقصد هو حكى لك صح؟ نانديني، كبير لا تخاف، ما رح خبر حدا بيلي عرفته. إذا حابة إنك تستخدمي هالمعلومات فهالوقت مثالي. روحي قبل ما تبدأ الميوزيكانا، هالوقت صح. مستحيل. بعرف ماني قال لي. شكرا، عن جد شكرا. آليا آليا آليا، تعي تعي تعي، بدي خبرك شي. بتوقع عرفت بدك تحاكيها؟ مبين مبسوط، شو صاير؟ أنا جاهز. جاهز؟ مشان شو؟ الخطة الرابعة. شو؟ عن جد عم تحكي؟ وطي صوتك. ليش عم تصرخي؟ أنا متأكد من اللي عم قوله، لهيك أنا عم قلك الليلة شو رأيك ننتقل للمستوى الأخير؟ سمعتك، عرشاد طلب مني يكون هادي، كان معي حق، هني رايحين على الخطوة الرابعة. يس. يعني الليلة انت مجنون؟ بدي وقت لجهز التحضيرات، وما لازم نتسرع،
لازم يكون أفضل موعد غرامي. ليك بهذا الموعد ما لازم تعطيه أي فرصة لترفض. صح، ما رح ترفض. أنا بحب هالثقة. بس أنا أستاذتك، بظن بدك يوم كامل لتتجهز. اسمعي اسمعي، لوين رايحة؟ ولا محل، خلينا نروح ونخطط لأفضل موعد بحياتك. ليلة بكرة رح تكون جنون. ماني، أنت قلت لكبير إني بعرف؟ هو سألني وأنا جاوبت. بس كان فيك تخترق حجة، شي عذر، أي شي. أنا كان فيني، بس حسيت إني مو لازم أكذب. अजीब रंगादी तू है बड़ी लगे अलग ही जहान दी تعرفي شو كان؟ بدك تقولي لي بكرة خلينا نحكي. ما عندي كتير صبر. أنا ما بتراجع. إذا نانديني قالت شي معناها انتهى. واو، هاد شي بيطير العقل. قصدي رافار وكبير مرتبطين، هاد الشي كتير حلو. يعني ماني، هاد السر اللي كنت مخبيه. قديش انت غبي، لان هالاخبار رهيبة. قصدي فعلا شي مو معقول، شي محزن، لأني هلأ عرفت الطبخة وهلأ رح طعميكن ياها ودمر الفاب فايف. وهذا الشي قبل الحفلة بيوم. ماشي، لازم اهدى هلأ، لأني لازم استخدم هالأخبار بحكمة كبيرة وذكاء كتير كبير. شادي شوفي نافيا، انا مبسوط كثير اليوم كثير. هرشاد قلي لك شو صاير معك؟ ما نحكي لي. رح ننبسط كلياتنا بالجامعه، مو بس انت، صدقيني. رح نتسلى. هرشاد بس انت لا تضحك عليها هارشاد، حرام، هي كتير بريئة لتفهم ألاعيبك. شو بدك؟ بنت تعمل معها علاقة؟ ماشي، هالبنت رح تكون أنا، هالبنت رح تكون أنا. بس خليها تروح. هارشاد اطلع فيها، اطلع منيح. ما عندك ولا شوية إنسانية؟ موقتي يا ليلي، رجعتي للحبوب؟ قصدي هدول
حبوب الاكتئاب اللي بتاخديهم، رجعتي تاخديهم؟ رجعتي؟ الو، عم اسألك جاوبيني. ليش؟ انت بعمرك جاوبتني على شيء اساسا؟ ليش لحتى جاوبك؟ معناها بهالحالة انا رح اعرف الجواب بأداء بكرة وبوعدك. انطري. هرشاد هاي خلص تجاهليها، هي هلأ عم تاخد مسكنات لهيك عادي. تعي يلا تعي. احكيلي شو رأيك؟ شو رأيك؟ فيني أنا؟ فيني أنا؟ خبرك بكرة. ماني أنا رأيي بظن إنك حدا حقيقي، بس أنتي هلأ من معجبين ماني. لا ما بقبل هالشي. لكن أنا لا ما فيني أعمل هالشي أبدا. بس شو لازم قل له بكرة يا ترى؟ يا رب وين ما كنت بترجاك تكون معي، أنا كتير بحاجتك، بترجاك. شو أحكي لك؟ أنت بتعرفي وكل مرة بتساعديني. أنا بعرف إني بزعجك كتير، بس بترجاكي تساعديني لآخر مرة، وبحلف لك ما عاد أزعجك بعد هاليوم. اللي بدي أقوله، أنا بظن إنه هارشاد بيحبني، بس هو ما بيحبني غير لما منكون لوحدنا. بس إمتى ما انوجدت موكتي هارشاد بيتغير تماماً. ما بعرف ليش بيتغير لما بيشوفها. أنا ما بحبها لموقتي أبداً، هي أذتني، هي بتخليني أتلبك. في مرات كتير أنا بحس إنه لازم روح عند هارشاد وأحكي له عن كل المشاكل اللي عم تواجهني، بس ساعديني بترجاكي، وبتمنى تتقبلي دعائي. هاي معجزة، تقصدي تقولي إنه أحكي معه وش لوش يعني مباشرة؟ هذا اللي قصدك تقولي بالإشارة؟ أعمل هيك بالضبط، من بكرة رح أحكي معه. ماشي، بكرة رح أحكي. مجنونة. بكرة القرار، يا كل شي يا ولا شي. ما عم صدق، كبير ورافق مرتبطين، قصدي عن جد. كبير كبير كبير، استنى ورح تشوف.
يا ابني روح نام، بكرة كتير مهم إلك. انت منيح؟ ليش مبين كتير قلقان؟ شو المشكلة؟ ولا شي. لا تتوتر كبير، أنا متأكدة إنه بكرة بالجامعة ابني رح يعمل شي بجنن كتير. كأنه هي جملة قديمة شوي. على كل حال مو مهم، رح تبهرنا صح؟ حاجتك بقى، لا تفكر كتير وهلأ نام، اتفقنا؟ يلا تصبح على خير. وانت بخير. لا هارشاد، أنا ما رح اسمح لك، أنت ما فيك تأذي الفاب فايف، ما رح اسمح لك حتى لو موكتي تدمرت، بس ما فيك تأذي الفاب فايف. بكرة يوم مهم، بكرة يوم مهم، بكرة يوم مهم للفاب فايف، للفاب فايف. ناطرينه، ناطرينه. أنا بحاجة هالدواء، حاجة هالدواء، حاجة هالدواء. محتاجته كتير. مسابقة موسيقى لهالسنة حفلة ميوزيكانا رح تنعمل هون، حننقلها بشكل مباشر. شباب انتو بتتوقعوا انكم رح تحافظوا على جائزتكم؟ طبعا ما حدا بياخد اللقب منا، وهالمرة رح نكسر الدنيا كلها. استاذ استاذ استاذ. شباب بعد فوزكم المفاجئ بالمسابقة الداخلية بتعتقدوا انه فيكم تربحوا؟ نحن اجينا لحتى نفوز بهالمسابقة، ما اجينا لهون لحتى نخسر. ايه بتمنى نفوز. الخسارة ما نبقات، انا هون لحتى فوز. روح تفقد الغرفة. كبير، موكتي، ديرو، ماني، لو سمحتوا نانديني، شاهين ونافيا، كلكم تعالوا معي. ماني مبارح اليوم، ماني مبارح مو اليوم. عن جد؟ آسي نانديني، لا تتزاكي علي ماشي؟ ليش ما بتعرف إنه نانديني ذكية بالأصل؟ أوه بدك يعني سكر لك تمك؟ بدك خبرك كيف؟ ايه؟ ايه؟ ماني؟ اهدى ماني؟ شبك؟ ماني؟ هلا ما في أفكار ذكية؟ فكرتك بدك تحكي معي، بس هي فكرتك الذكية؟ يا الله. لك نانديني وين اختفيتي؟ أسرعي. يلا نانديني يلا.
عن جد؟ ما معنا غير ساعة. أوه شو؟ أوكي ماشي. بعد العرض الليلة نانديني بتوعدك. ماشي. رح كون ناطرك كرمالك.